أحسن الله إليكم. الأخت الحائرة تقول رمزت اسمها بهذا الرمز فاحة العراق من نواة. تقول سؤالي تضمن موضوع العداوة والشحناء والبغضاء بين الإخوة. ففي حلقات سابقة من هذا البرنامج المبارك سمعت بأن أعمال العبد ترفع إلى الله عز وجل في يومي الاثنين والخميس باستثناء الذين بينهم عداوة وبغضاء. ولكن إذا كان هناك حالة مثل حالتي فما العمل؟ فأنا لدي أخت تصارني بعام ونصف العام، وهي تكرهني ولا تحبني، ولكن تتكلم معي إذا كانت محتاجة إلى مساعدتي وتزعل معي بعد انتهاء المصلحة. وليس هذا فقط، فهي تعمل دائما على كسب مودة والدتي وتقوم بتحريضها علي حتى تكون هي الأفضل، فهي تكذب من أجل أن تحرض أمي علي. وبسبب ما قامت بعمل بيني وبينها وبين والدتي من مشاكل، فقد أقسمت أن لا أتحدث معها، لأنها حتى عندما تخطي لا تأتي إلي وتعتذر. فهل من المعقول أن أكون أنا المبادرة دائما إلى مصالحتها رغم أنها لا تستحق ذلك؟ أوجهون في ذلك مأجورين. نعم، وصح أن الأعمال ترفع إلى الله في يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل مؤمن ومؤمنة إلا رجلين بينهما شحنة، فيقول أمهل هذين حتى يصطلحا، فتؤجل المغفرة لهما حتى يصطلحا ويزول ما بينهما من الشحنة والعداوة. وهذا مما يحث على الصلح وإزالة الشحنة بين الإخوة. وإذا كانت أختك تسيء إليك كما ذكرت، فلا يسبب هذا أنك تسيئين إليها، بل قابليها بالإحسان. قال الله جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وفي الحديث في الرجل الذي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن له قرابة يحسن إليه ويسيئون إليه ويتقرب إليهم ويتباعدون منه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المن، ولا يزال معك عليهم من الله ظهير. على تشجيع له على عمله، يعني يستمر في إحسانه إلى أقاربه وإن كانوا يسيئون إليه. فأنت إذا قمت بالصلة والصلح مع أختك فأنت محسنة وأديت الواجب عليك، وأما هي فعليها الإثم، تختص بالإثم فيما يجري منها، فأنت أدي الحق الذي عليك وأبري ذمتك نحوها، وأما هي فعليها وزرها. نعم.